أهلا بكم أولادنا وأعزائنا طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي. في البداية كل سنة وأنتم طيبين، عام دراسي إن شاء الله يا رب يكون سعيد علينا وعليكم جميعا، وينتهي بالحلم اللي احنا حاطينه وراصدينه لنفسنا من دلوقتي. يا ريت بس كده كل الناس اللي متابعانا وكل الناس اللي متعودة تتفرج على حلقاتنا أو الناس اللي مش متعودة حتى أول يوم ليهم يشوفونا النهارده، حط في دماغك من اول يوم في السنه. انا عارف ان انتوا ابتديتوا ممكن تكون مواد كتير قوي، بس اعتبر النهارده البدايه الحقيقيه بتاعتك. حط في دماغك عده مقومات، حط في دماغك ثلاث حاجات دلوقتي حالا. رقم واحد، كل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى، ايا كانت الدرجه اللي هتجيبها، ايا كانت الكليه اللي هتخشها، دي حاجه مكتوبه لك من زمان، وده قدرك وده نصيبك وهترضى بيه. ده مش معناه ان انت تقصر، بالعكس ده معناه ان انت تجتهد، ده معناه ان انت تذاكر اكتر، ده معناه ان انت تتعب اكتر يوم ورا يوم. ما تخليش حاجه تفوتك، ما تخليش حاجه تتراكم عليك، كل يوم تبذل مجهود اكتر من اليوم اللي قبله، في الاخر توصل للنتيجه اللي انت عايزها. يبقى رقم واحد، نؤمن بالله، نؤمن ان اللي احنا هنعمله او ان اللي احنا هنوصل له ده شيء مقدر لينا. رقم اتنين، نجتهد ونبذل جهد وعرق ونتعب ونضاعف كل اللي احنا بنعمله. رقم ثلاثة، لازم يكون ده على الأقل أقل شيء، الناس اللي في البيت دول راضيين عنك. هل تتخيل كده إن أنت تبقى رايح تمتحن أو رايح تذاكر أو رايح تعمل أي حاجة من غير ما يكون الوالد والوالدة راضيين عن اللي إحنا بنعمله؟ أه هما طبعا راضيين عن المذاكرة ونفسهم إن إحنا نذاكر، بس الرضا في الحياة عموما. نحاول نلتزم بالثلاث حاجات دول، ارضي ربك، اجتهد، ارضي والديك، وما تسألش بعد كده عن النتيجة، هتوصل لأعلى درجة إن شاء الله. احنا النهاردة أول درس عندنا في كيمياء بتاعتنا في تالتة ثانوي. احنا المنهج بتاعنا عبارة عن خمس أبواب، بس طبعا زي ما انتم عارفين إن الكيمياء هي مادة مستمرة معنا من واحنا صغيرين، من واحنا تقريبا في إعدادي، فاحنا محتاجين شوية تأهيل، محتاجين شوية تأسيس، محتاجين شوية ألف به نسمعهم تاني في الكيمياء علشان نقدر نخش على منهج تالتة ثانوي وإحنا رجلينا واقفة على الأرض صلبة، ونقدر بكل سهولة ما نحفظش. ما ننساش إن النظام ده مش معتمد على الحفظ ولا ليه أي علاقة بالحفظ. النظام ده معتمد على كام حاجة، عد معايا. رقم واحد، فهم فقط. رقم اتنين، لو جالك حاجة في الامتحان فكرت إن هي حفظ، لا هي مش حفظ، هي معلومة حفظ، معلومة تذكر، واتبنى عليها معلومتين تلات معلومات فهم زي ما هنتدرب مع بعض طول الترم أو طول السنة إن شاء الله. فالنظام ملوش أي علاقة بالحفظ، هو ممكن يطور لك معلومة حفظ في معلومة فهم ويدخلهم لك مع بعض ويعمل لك سؤال. فالنظام ملوش أي علاقة بالحفظ، فإحنا مش عايزين نحفظ بتاتا خالص، مش هنحفظ من هنا لحد آخر السنة أي حاجة. حصتنا النهاردة حصة تأسيس، دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نحفظ فيها شوية حاجات. ليه؟ لان الحاجات دي المفروض معانا من واحنا في اعدادي. حد فينا مثلا في الانجليش هيقول انا مش هحفظ كلمات؟ مستحيل، الكلمات هي الاساس بتاعت الانجليش. احنا عندنا في الكيمياء النهارده اللي احنا هنقوله ده الاساس بتاع الكيمياء كلها. يلا كده نسمي الله ونبدا مع بعض. شويه حاجات كده نفتكرها. السنه اللي فاتت كنا خدنا حاجه اسمها الجدول الدوري الحديث، واحنا بناخد الجدول الدوري الحديث خدنا ان الجدول الدوري مبني على قاعدة اسمها البناء التصاعدي. البناء التصاعدي يعني كل عنصر بيزيد عن اللي قبله بمقدار واحد في العدد الذري. جميل؟ طيب، وخدنا برضو ان في عدة طرق لتوزيع العناصر. تعال نشوف على سبيل المثال عنصر زي الصوديوم، عدده الذري 11، عدده الكتلي 23. طول ما احنا شغالين النهاردة ما يهمناش العدد اللي فوق ده في حاجة، احنا شغالين مع العدد اللي تحت بس، اللي بنسميه العدد الايه؟ ايوه، العدد الذري. نصحى كده ونفوق مع بعض شويه. العدد الذري ده هو عدد لحاجتين مش حاجه واحده. الحاجه الاولى عدد الالكترونات السالبه الموجوده حول النواه اللي بتلف حوالين النواه. تاني هو عدد الالكترونات السالبه اللي بتدور حوالين النواه. وهو نفس العدد هو عدد البروتونات الموجبه الموجوده داخل النواه. انا مش فاهم حاجه يا مستر، تعالى انا افهمك. على سبيل المثال دي ذره الصوديوم، جواها في نواه صغيره، النواه الصغيره دي فيها شحنات موجبه. الشحنات الموجبه دول عددهم كام؟ عددهم 11.
حوالين النواة دي بيدور عدد من الإلكترونات السالبة. قد ايه يا مستر عدد الإلكترونات السالبة دول؟ عددهم 11. يبقى العدد الذري هو عدد الإلكترونات السالبة اللي بتدور حوالين النواة، وهو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة. ملاحظين حاجة؟ إن الرقم ده هو الرقم ده. فعشان كده كنا زمان في إعدادي وفي أولى ثانوي بنقول علل الذرة متعادلة كهربيا. أيوانا سامع ولادي دلوقتي بيقولوا الإجابة، لأن عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة، أو عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة، أو عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات. كلها إجابات صحيحة لنفس السؤال. نرجع لمرجوعنا تاني. إحنا دلوقتي عايزين نعمل إيه في الـ 11 دي؟ عايزين نوزعهم. كنا في ابتدائي وفي إعدادي بنوزع التوزيع ده 2 8 1. يعني إيه؟ كنا بنقول الـ 11 دول يعني 11 إلكترون. اول مستوى K بيشيل 2، تاني مستوى L بيشيل 8، تالت مستوى M بيشيل 8. احنا هنا ناقص لنا 1، يبقى نحط 1 2 8 1. بس السنه اللي فاتت لما خدنا مع بعض الجدول الدوري، ولما خدنا مع بعض النظريه الذريه الحديثه، وعرفنا ان كل مستوى من المستويات دي اسمها مستوى طاقه رئيسي، وان كل مستوى طاقه رئيسي جواه عدد من المستويات الطاقه الفرعية، هفكرك بيهم دلوقتي بس مجرد للتذكير. كان الاس سوري كان الكي اللي هو المستوى الاول جواه مستوى واحد فرعي اسمه اس. كان ال المستوى الثاني جواه مستويين فرعيين الاس والبي. كان الام اللي هو المستوى الثالث في ثلاث مستويات فرعية اللي هم الاس والبي والدي. كان الان اللي هو المستوى الرابع في اربع مستويات فرعية الاس والبي والدي والاف. يبقى كل مستوى طاقة الاول في 1، الثاني في 2، الثالث في 3، الرابع في كام مستوى فرعي؟ 4. حتى الخامس والسادس والسابع فيهم اقصى عدد 4 مستويات فرعية. طيب كبرنا بقى السنة اللي فاتت وخدنا ان التوزيع الالكتروني مش هيتوزع تاني بالطريقة المعتادة بتاعت مستويات الطاقة الرئيسية، ومحتاجين نوزع حسب مبدأ البناء التصاعدي اللي هو الاس والبي والدي والاف. فاكرين معايا الجدول الدوري كان شكله عامل ازاي؟ كانت عناصر الفئة اس على اقصى يسار الجدول، عناصر الفئة بي اقصى يمين الجدول، عناصر الفئة دي في منتصف الجدول وبتبدأ من الدورة الرابعة، عناصر الفئة اف اسفل الجدول. تعالى اوريك مبدأ البناء التصاعدي ازاي بيتحقق جوه الجدول الدوري الحديث. سطر معايا كده، اتعود ان كل حاجة نعملها مع بعض. 2 3 4 5، ادي 6 7. عندنا في اي ذرة 7 مستويات من الاس اللي هما كالتالي: 1 اس، 2 اس، 3 اس، 4 اس، 5 اس، 6 اس، 7 اس. دول السبعة بتوعنا. يجي بعد كده عناصر الفئة بي او المستوى البي بيبدأ من الدورة التانية، فهم موجودين من 2 بي لحد 7 بي. تعال نكتبهم بالترتيب، يبقى 2 بي، 3 بي، 4 بي، 5 بي، 6 بي، 7 بي. بالراحة كده واحدة واحدة. عندنا كام اس؟ من 1 ل7. عندنا كام بي؟ من 2 ل7. في اي مشكلة؟ لا. عناصر الفئة دي كانت بتبدأ في الظهور من عند الدورة الرابعة. لو خدت بالك كده، لو انت بني ادم لماح، هما كام اس؟ 7، صح؟ لان السنة اللي فاتت وانت بتاخد حاجة اسمها العناصر الممثلة، كان شرط اساسي ان اي دورة من دورات الجدول الدوري تبدأ بعنصر ممثل، لازم يكون توزيع الالكترون ينتهي بمين؟ بالاس. فمن الدورة الرابعة تبدأ عناصر الفئة دي من عند 3 دي، 4 دي، 5 دي، 6 دي. نكمل بقى، فاضل لنا 4 اف و 5 اف. مش فاهم حاجة يا مستر، رص بس الرصة دي وتعالى افهمك. الاس من 1 ل7، البي الناحية التانية من 2 ل7، الدي في النص وبتبدأ من عند 4 اس و4 بي في النص 3 دي، كمل 4 دي، 5 دي، 6 دي. الاف 4 و5
عند الدورة الستة والدورة السابعة. مش بذمتك ده شكل الجدول الدوري؟ الله، ازاي؟ مش كانت عناصر الفائز مرمية أقصى اليسار؟ اه اهي أقصى اليسار، وبتتكون من عمودين بس، صح؟ ايوه صح، كانت بتتكون من عمودين. ليه؟ لأن الاس بيساعد 2 الكترون، فالعمودين دول الاولاني الاس فيها 1 الكترون، الثاني الاس فيها 2 الكترون، فكانت الاس فيها كام عمود او كام مجموعه؟ 2. تعالى في البي، كانت مرميه اقصى اليمين، صح؟ افتكر كده معايا كانت كام مجموعه؟ 1 2 3 4 5 6، والسته الاخيره دي كان اسمها ايه؟ الغازات النبيلة أو الغازات الصفرية. فعشان كده البي كان فيه 6 عواميد. اشمعنى؟ لأن البي بيتملي بكام إلكترون؟ من 1 لحد 6 إلكترون. إذن البي فيه 6 مجموعات أو 6 عواميد. ليه؟ لأنه بيتتابع فيه امتلاء المستوى الفرعي بي. إذن هو بيتملي بستة إلكترونات، يبقى عند كل عمود بتتملي إلكترون، عشان كده هو 6 الكترونات، يبقى 6 مجموعات. نيجي بقى للفئة دي، مش كانت في المنتصف؟ دي حاجه بقى للسنه دي اللي احنا داخلين عليه ان شاء الله، الباب الاول العناصر الانتقاليه. لو انا قلت لك دلوقتي، ركز معايا، الدي دوت بيتملي ب 10 الكترونات، يبقى الاس بيتملي ب 2 الكترون، فانت توقعت ان هو مجموعتين او عمودين. البي بيتملي ب 6 الكترونات، فانت توقعت ان هو 6 مجموعات او 6 عواميد. الدي بيتملي ب 10 الكترونات، توقع كده في كام مجموعه او كام عمود في عناصر الفئه دي اللي هناخدهم السنه دي؟ انا سامع اولادي دلوقتي بيقولوا 10 مجموعات. الله ينور عليكم، هم فعلا 10 مجموعات او 10 عواميد. فاضل لنا عناصر الفئه اف. لو جيت قلت لك ان الاف بتتملي ب 14 الكترون، توقع يبقى فيها كام عمود؟ 14 عمود. وعلشان نخف من تضخم الجدول الدوري او من طول الجدول الدوري، اقتصينا ال 4F وال 5F ونزلناهم تحت في الجدول، فبقت الاس شمال، البي يمين، الدي في النص، الاف مكانها تحت. انا هوزع ازاي؟ انا ما استفدتش حاجه دلوقتي، انا عايز اوزع. تعال نوزع. مبدا البناء التصاعدي قال ايه؟ تملا المستويات الاقل في الطاقه اولا ثم الاعلى في الطاقه. طب ما انا رسمهم لك اهو، فين رسمتهم لي فين؟ تعال، اقل مستوى طاقه مين؟ الواحد اس. هل في حاجه بعديه؟ لا. تاني مين؟ 2 اس. هل في حاجه بعديه؟ اه 2 بي. ها 3 اس. ها 3 بي. ها 4 اس. 3 دي. 4 بي. 5 اس. 4 دي. 5 بي. 6 اس. 4 اف. 5 دي. 6 بي. لحد 7 بي. دي اللي كنا بناخدها السنه اللي فاتت بالطريقه دي، وهي اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدب. دي الترجمه الترانسليشن بتاعت مبدا البناء التصاعدي. طب انا بقعد لما احفظ الكلام ده انا هعمل ايه؟ الاس من 1 ل 7، البي من 2 ل 7، الدي في النص ابتداء من 4، الاف 4 و5 بس. تعالى بقى لما نوزع هنعمل ايه؟ يلا بينا نوزع كده شوية عناصر مع بعض. هنبدأ كده في البداية بس نسخن مع بعض شوية بعنصر اسمه الصوديوم 11، بعد كده نوزع الكلور 17. يلا لما تيجي توزع هتعمل ايه؟ هتكتب اول اتنين اس واس. الاس دي الاولى، الاس دي التانية، في اي مشكلة اطلاقا؟ طيب اتفقنا قبل كده الاس بتشيل 2، البي بتشيل 6، الدي بتشيل 10، الاف بتشيل 14، يبقى الاس دي هتشيل 2 والاس دي هتشيل 2، كده مجموعهم 4 من 11. لسه كمل شويه. بعد الاس والاس في مين؟ البي والاس. عينيا، يبقى بس البي دي اول بي نكتبها، مش كده؟ يبقى تاخد اول رقم في البي اللي هو رقم 2. الاس دي تالت اس نكتبها، تاخد تالت رقم في الاس اللي هو رقم 3. يلا بينا نكمل. البي بتشيل 6، 6 و4 10، يبقى فاضل لي كام الكترون؟ 1، يروح عند الاس. بس يا مستر الاس بتشيل 2، طب وايه المشكله لما تشيل 1؟ اهم حاجه ما يزيدش عن عدد الالكترونات الاقصى بتاعها اللي هو كام؟ 2. طيب نكمل.
يبقى الصوديوم بيتوزع بالطريقة دي اخره اس، يبقى اذا هو من عناصر الفئة مين؟ الفئة اس. كمل معايا عشان الجزء ده مهم جدا 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 السنة دي. يلا بينا. الكلور تعالى نوزع مع بعض. يلا نكتب اول حرفين اس اس، دي الاس الاولى ودي الاس الثانية. الالكترونات كل واحد يلا، الاس دي بتشيل 2 والاس دي برضو بتشيل 2، مجموعهم 4، عندي كام؟ 17. طب كمل معايا، لسه محتاج شوية تاني. بعد الاس والاس بكتب مين؟ بس. حاضر. دي اول بي تاخد رقم 2، دي الاس رقم كام؟ 3، تاخد رقم 3. يلا اكتب بقى الالكترونات بتاعتهم، دي شايلة 6 ودي شايلة 2، كده 2 و2 و2 6 و6 12، فاضل كام؟ 7. اكتب الحرفين اللي بعده، كتبنا اس اس صح؟ اس اس، وكتبنا بس. نكتب البس الثاني، بي اس. دي البي رقم 3 ودي الاس هتبقى رقم 4. انا معايا دول مجموعهم 12، فاضل على 17 5، ولا 4 اس مش عايزها خالص، ما اعتقدش انها صعبه. طب تعالوا نشوف مثالين ثلاثه تانيين. يلا نوزع كده مع بعض النيتروجين 7، ونوزع برضو الاكسجين 8، ونوزع الالومنيوم 13، ونوزع السكنديوم 21. انا عايزك دلوقتي انقل دول، اعمل بوز للفيديو، وزعهم، وبعد كده كمل وتعالى شوف نفسك عملتهم معايا صح ولا غلط. تعالى نبدا، ما تنساش تعمل بوز. يلا اكتب اول حرفين اس اس، بعد ما كتبتهم ها ده الاول ده الثاني. الاس دي بتاخد 2 والاس دي بتاخد 2، كده 4، من كام؟ من 7. حلو، كمل معايا، اكتب الحرفين اللي بعد كده اللي هم بي والاس. دي البي الاولانيه تاخد رقم 2، دي الاس رقم 3. يلا البي بتشيل 6، انا ناقص لي كام؟ ناقص لي كام؟ ناقص لي 3. حلو قوي، مش محتاجك في حاجه، عملتها صح؟ تمام. كمل. الاكسجين 8 نفس الكلام، اس اس الاولى الثانيه، في اي مشكله؟ كمل، بتاخد 2 دي تاخد 2، اكتب الحرفين اللي بعد كده بس. 2 و2 4 ودول 8، يبقى انا فاضل لي كام؟ 4، مش محتاج اي اس في حاجه. 2 بي. الالومنيوم يلا اس اس بس، وزع الاول بعد كده نكتب ارقام، 2 2 6 كده كام؟ 10. 2 فاضل كام؟ واحده. اس اس بس، يبقى بس تاني تاخد واحدة، مش محتاج كي اس في حاجة. املى مع الأرقام، 1 2 3، البي بتبدأ من عند 2، يبقى دي البي 3. كمل معايا السكنديوم يلا، اس اس بس بس، يلا 2 2 6 2 6 2، مجموعهم كام دول؟ 20، فاضل لي كام؟ واحدة. طب تعالى نكتب الأرقام بقى، او تعالى نشوف اللي ناقص، مين اللي ناقص؟ احنا كتبنا اس اس بس بس، فاضل لي مين؟ ها اس اس بس بس، ده بس دي، الدي بتشيل لحد 10، انا ناقص لي الكترون. جميل، تعالى نكتب ارقامنا بقى، اول اس، تاني اس، تالت اس، رابع اس، البي التانيه، البي التالته، اول دي. واول دي عندنا بيبقى رقمها كام؟ 4D. 4D. صعب التوزيع؟ مش صعب، بس في ناس بتستتقله، وانا عارف الناس اللي بتستتقله، فجبنا لهم حل تاني اللي هو ايوه التوزيع الاقرب غاز خامل. ايه يا مستر التوزيع الاقرب غاز خامل ده؟ تعال انا اقول لك، مش احنا كان عندنا في الجدول الدوري ده اخر مجموعه فيه كان اسمها مجموعه الغازات النبيله او الغازات الخامله او المجموعه الصفريه؟ اه تمام. كان فيها مين؟ عد معايا، كان فيها هيليوم في المجموعة الأولى، سوري في الدورة الأولى، كان فيها نيون، كان فيها أرجون، كان فيها كريبتون، كان فيها زينون، كان فيها رادون. صعب الكلام ده في حاجة؟ لا. ينفع نمسح واحد واحد فيهم ونكتبه عند المجموعة اللي تحتيها؟ ليه يا مستر؟ حاضر، بس اعمل بس اللي انا بقول لك عليه وكمل معايا. يلا مش دي الاولى؟ ماليش دعوه بيها خلاص. يبقى هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون.
تعرف تفتكر عددهم الذريه من السنه اللي فاتت؟ معلش صعبه شويه، ركز معايا كده عشان تفتكرهم. 2 10 18 36 54 86. دي الحاجه الوحيده اللي عايزك تحفظها النهارده، الغازات الخامله واعدادها الذريه. مالها بقى؟ هنوزع ازاي؟ مش احنا كده وزعنا؟ انا عايزك تاخد سكرين شوت للجزء ده وتشوفني دلوقتي لما هنشيل الجزء ده ونوزع لاقرب غاز خامل هتفرق في حاجه؟ طب ما تشيلوش، خليها جنبه. يلا اوزع ازاي؟ امسك الصوديوم، عدده الذري كام؟ 11، مش كده؟ طيب اقرب رقم اقل من ال 11 هو كام؟ بص هنا 2 10. اختار مين، الاثنين ولا ال 10؟ اقل رقم على طول اللي هو مين؟ ال 10. ال 10 ده بتاع النيون، النيون ده الغاز رقم 2، بيجي بعديه الدوره الثالثه اللي فيها 3 اس و 3 بي. يبقى انت كده تركز معايا، عندنا كام غاز خامل؟ ها؟ 6. الاولاني تيجي بعديه الدوره الثانيه، يعني 2 اس و 2 بي. الثاني تيجي بعديه الدوره الثالثه 3 اس و 3 بي. الثالث تيجي بعديه الدوره الرابعه 4 اس و 4 بي، الله ينور عليك. الرابع تيجي بعديه الدوره الخامسه 5 اس و 5 بي. والسادس تيجي بعديه الدوره السابعه 7 اس و 7 بي. انا عديت طبعا واحد بس مش مشكله. ما بين الاس الثانيه والبي مفيش، ما بين الثالثه والثالثه مفيش، الرابعه والرابعه في واحده اللي هي مين؟ 3 دي. يبقى تيجي على طول بعد الارجون تقول 4 اس 3 دي 4 بي. ما بين الخمسه والخمسه في 4 دي، ما بين السته والسته في 5 دي وفي 4 اف ما تنساهاش، ما بين السبعه والسبعه في 6 دي وفي 5 اف ما تنساهاش. تعال بقى نرجع نوزع مع بعض. يلا الصوديوم ده مش عدده الذري 11؟ اقل رقم ليه مين؟ النيون 10. حلو، يبقى لما اجي اوزع الصوديوم 11 هقول ها نيون 10 واحطها في قوس كده كانها خدت الجزء ده كله، كان الجزء ده كله بقى ايه؟ النيون 10. النيون ده بيجي بعديه على طول الدوره الكام؟ الثالثه اللي هي 3 اس و 3 بي. النيون لوحده خد 10، الصوديوم كام؟ 11، محتاج واحده بس عند الاس. هل محتاجين البي في حاجه؟ اطلاقا. انا كده وزعت الصوديوم لاقرب غاز خامل. نكمل توزيع بقى باقي العناصر. تعالى كده مع بعض. الكلور 17، اقرب رقم للكلور مين؟ اوعى تقول لي ال 18 اللي بعديه، احنا عايزين قبله اقل منه. يبقى برضو لما هاجي اوزع الكلور هقول نيون 10. كتبنا النيون 10، بعد النيون بيجي 3 اس 3 بي. النيون خد 10، كلور 17، كده 12، كده 17، خلصت. اللي بعديها نيتروجين 7، لما نيجي نوزعه مين الرقم الاقل منه؟ ايوه ولادي دلوقتي بيقولوا مين؟ الهيليوم. الهيليوم عدده الذري 2، يبقى الهيليوم خد الجزء ده. يجي بعد الهيليوم مين؟ 2 اس و2 بي. الاس تاخد 2 والبي تاخد 3. نفس الكلام في الاكسجين، لما هاجي اوزع الاكسجين 8، الاكسجين هيبقى هيليوم 2، بعد الهيليوم 2 الجزء ده اللي هو الهيليوم، يبقى اتبقى لي 2 اس و2 بي 2 4. خش على السكنديوم على طول. السكنديوم يلا 21، مين الاقل من ال 21 هنا؟ يلا ولادي بيقولوا دلوقتي ارجون ايه؟ 18. طب تعالى كده، يبقى السكنديوم لما نيجي نوزعه يبقى ارجون 18. يلا وزعنا الارجون 18، خد من ال 21. بعد الارجون بيجي 4 اس 4 بي، وفي النص 3 دي. ال 4 اس خدت 2، كده بقى 20. الدي بتشيل لحد 10 بس انا ناقص لي واحد، تاخدها وهي ساكته. ال 4 بي مش عايزها. يبقى التوزيع الالكتروني للسكنديوم لاقرب غاز خامل هو ارجون 18، 4 اس شايله 2، 3 دي شايله 1، وده التوزيع اللي احنا المفروض نوزع بيه العناصر الانتقاليه اللي هناخدها السنه دي كلها ان شاء الله. او المجموعه الاولى منها اللي هي المجموعه السلسله الانتقاليه الاولى اللي هي بتبتدي من السكنديوم وبتنتهي بعنصر اسمه الخرسين. طيب نفتكر برضو كده مع بعض حاجه مهمه قوي. السنه اللي فاتت كنا بنعرف نجيب العنصر ده موقعه ايه في الجدول الدوري، يعني دورته ايه ومجموعته ايه. سجل الكلمتين اللي انا هقولهم دول واكتبهم في اي حاجه قدامك. دايما في الجدول الدوري لما تحب تحدد موقع عنصر، رقم الدوره هو رقم الاس، رقم الدوره هو رقم الاس، مش اي اس، اكبر اس. تعالى كده
الصوديوم موجود في الدورة، ولادي قالوا التالتة تبقى التالتة. الكلور موجود في الدورة، ها التالتة. النيون موجود في الدورة التانية. الأكسجين موجود في الدورة التانية. السكنديوم موجود في الدورة الرابعة. في أي مشكلة؟ إطلاقا. يبقى رقم الإس هو دايما رقم الدورة، أكبر إس رقم الدورة. يبقى رقم الدورة اللي هي من 1 لـ 7، من 1 لـ 7. طيب رقم المجموعة، ده رقم المجموعة ده اللي محتاج تركيز شوية. أول حاجة بص لها، اجمع الإس مع آخر مستوى لو موجود. هنا العنصر انتهى بمين؟ إس، مش كده؟ في حاجات بعديه؟ لا. شايل كام إلكترون؟ 1، يبقى دي المجموعة 1. هنا الإس شايل كام إلكترون؟ 2. في مستوى تاني بعديه؟ آه، شايل كام؟ 5. اجمعهم على بعض تبقى دي المجموعة 7. هنا الإس شايل 2، البي شايل 3، اجمعهم على بعض تبقى المجموعة 5. هنا الإس شايل 2، اللي بعديه شايل 4، تبقى المجموعة 6. يلا، هنا الإس شايل 2، هنا الدي شايل 1، تبقى المجموعة 3. طب لو كانت بتنتهي بـ4 بي، عشان كده قلت لك اجمع الإس مع آخر مستوى طاقة. ممكن يكون في واحد تاني هنا، أنا بجمع الإس وآخر مستوى طاقة. كتبنا رقم الإيه؟ المجموعة. في أي مشكلة؟ بجمع الإس واللي بعده، ده لو فيه الاس والاخير، لو في اس لوحدها باخد الاس لوحدها، اس وحاجه بعديها تمام بجمع الكتروناتهم مع بعض، اس وفي حاجه في الاخر باخد الاس والحاجه اللي في الاخر. في اي مشكله؟ كمل معايا بقى. بقى لنا حاجه كده صغيره، جنب رقم المجموعه بنحط حرف يا اما A يا اما B. انت بتكتب الملاحظات دايما رقم الاس او اعلى اس هو رقم الدوره. لما تحب تجيب المجموعة بجمع الاس واخر واحد، او الاس واللي بعديه، او الاس لوحدها حسب الحالة. يعني هنا اس لوحدها يبقى لوحدها، هنا اس وبعديها واحد يبقى الاس والمدار اللي بعديها، اس وفي واحد تاني في الاخر خالص باخد الاس واللي في الاخر. جميل. يلا الاسم بقى بتاع المجموعة، دايما بحط حرف، الحرف ده بحطه على اساس ايه؟ بص معايا على اول واحدة، صوديوم انتهى بإس مش كده؟ يبقى عنصر ممثل. يعني ايه ممثل؟ خدناها السنة اللي فاتت، العناصر الممثلة هي اللي بينتهي توزيعها الإلكتروني بالإس أو بالبي. طالما العنصر ممثل مجموعته تاخد الحرف إيه؟ ده عنصر ممثل ومجموعته واحد، يبقى واحد، الله ينور عليكم، إيه؟ ده عنصر ممثل، عرفت منين انتهى توزيعه بالبي؟ رقم مجموعته 7، يبقى 7 ايه؟ ده عنصر ايه؟ ممثل، انتهى بالتوزيع الالكتروني بتاعه بي، المستوى الفرعي بي. رقم مجموعته 5، طالما ممثل تاخد الحرف ايه؟ نفس الكلام، انتهى بالبي يبقى ممثل، المجموعه الستة ايه؟ تعالى لي كده للسكنديوم، رقم المجموعه 3 بس انتهى توزيعه الالكتروني بدي، يبقى ده مش عنصر ممثل، ده بنقول ايه؟ عنصر ان انتقالي، اللي هناخدهم السنه دي. طالما عنصر انتقالي بحط جنب رقم المجموعه بتاعته حرف بي، حرف بي، حرف بي. يبقى دلوقتي كده تعالى نكتب شويه الملاحظات. اللي موجودين في الجدول الدوري، 1 ملاحظات في الجدول الدوري، وانا بحسب او بوجد مكان العنصر، رقم 1، رقم الدورة هو دايما رقم اعلى اس، 2، رقم المجموعة جمع الكترونات الاس واخر مستوى. فانا لو الاس اخر واحد يبقى هكتفي بالاس، لو الاس مفيش بعديها الا مستوى واحد هكتفي بالاس والمستوى اللي بعديها، الاس في بعديها اكتر من مستوى يبقى الاس واخر مستوى. 3، لو انتهى التوزيع بالاس او البي يبقى ده عنصر ممثل
ما بيني ما بينكو، طالما عنصر ممثل بعد الرقم بحط حرف الايه؟ 4. لو انتهى التوزيع بالدي او الاف يبقى ده عنصر انتقالي، مش ساعتها مش هحط حرف الاي، ساعتها جنب رقم المجموعة هحط حرف البي. في مشكلة في الكلام ده؟ ما اعتقدش، كل دي معلومات قديمة، كل دي حاجات سهلة، كل دي حاجات تافهة، بس كان لازم ابقى فاكرها، كان لازم ابقى عارف معلومة معلومة فيهم عشان اقدر افهم الحاجة اللي جاية دي كويس. ركز كده معايا، الصوديوم ده نوعه ايه؟ فلز. عرفت منين؟ عشان اخر مستوى اس في الكترون او اتنين. اذا يعني هو لما يبقى اخر مستوى اس في الكترون او اتنين يبقى ده فلز؟ قاعدة ثابتة. يبقى لما يقول لي العنصر ده فلز ولا لا فلز اعرفه منين؟ بعمل توزيع الكتروني، انتهى بالاس شايلة الكترون، انتهى بالاس شايلة اتنين الكترون يبقى فلز. حلو، نكتب المعلومة دي. 5، بعرف الفلز منين؟ لو الاس تحتوي على كام؟ 1 أو 2 الكترون. بس كده؟ لا، في حالة كمان، ولو البي تحتوي على 1 الكترون. مش البي دي بتشيل من 1 لحد 6، مش كده؟ لو شايلة الكترون 1 يبقى العنصر ده فلز. طيب يبقى انا عندي كام حاجة اعرف بيهم العنصر فلز؟ بوزع، انتهى باس شايلة 1 أو 2 فلز، انتهى بي شايلة 1 فلز. طب عكس الفلز كان حاجة اسمها ايه؟ لا فلز. ماله بقى اللا فلز ده؟ بيجي اللا فلز ده اعرفه منين؟ بص كده، بعد ما بوزع زي الكلور الاقي اخر مستوى طاقة فيه كام الكترون؟ البي 5. طب لو البي فيه 4، طب لو البي فيه 3، في الثلاث حالات دول بقول عليه لا فلز. اكتب اعرف منين العنصر لا فلز؟ لما ينتهي توزيع الالكتروني بالبي شايلة 3 4 5 الكترون، تاني 3 4 5 الكترون، 3 4 5 الكترون. في اي مشكلة؟ طيب تعال بقى ارجعهم لك كلهم. لو انتهى بالاس يبقى فلز، احفظ انتهى بالاس يبقى فلز. انتهى بالبي عندك احتمالين، لو البي شايلة 1 يبقى فلز، لو البي شايلة 2 3، لو البي اتفقنا كمل معايا شايلة 2 أو 3 4 5 6 ببعد عن الفلز. لو البي شايلة 6 بس ده بيبقى اسمه غاز خامل. طب 3 4 5 لا فلز. راجع معايا الأرقام، لو البي شايلة 1 فلز، ابعد عن الاتنين 3 4 5 لا فلز، 6 يبقى غاز خامل. فلما الصوديوم كده نيجي نوزعه، احنا وزعنا صوديوم كتير قوي النهارده، نوزعه بقى للمره الاخيره، نلاقي 1 S2 2 S2 2 B6 3 S1، مش كده؟ اخر مستوى طاقه الاس فيه 1 الكترون، اذا ده فلز. عارفين احنا من زمان ان الفلز ده يميل الى فقد الكترونات، وعندنا في الكيمياء ما فيش حاجه اسمها فقد، كلمه فقد معناها اكسده، ولادي بيفهموا دماغهم دايما شغاله، فلما يقول لك كلمه فقد الكترون انت كده عرفت ان هي اكسده، يبقى الاكسده تعرفها هي عمليه فقد الكترونات. لما يفقد الكترون يتحول لحاجه اسمها ان ايه، بدل ما 11 يبقى 10، بقول عليه ايون موجب. ليه ايون موجب؟ بص كده، كان في كام الكترون؟ 11، وكان في كام بروتون؟ برضه 11. قلنا فقد ايه؟ الكترون. كان معايا 11 سالب و11 موجب، فقد الكترون، فقد سالب، صح؟ يبقى ميل اكتر الموجب، اكتر بمقدار كام؟ 1. فعشان كده بنقول شحنه موجب 1. طب لو فقد 2 يبقى موجب 2، فقد 3 يبقى موجب 3. تعالى على الكلور، لما بنيجي نوزعه في الاخر 3 بي شايله 5، اذا ده لافلز. طالما لافلز كنا بناخد كده في ابتدائي ان اللافلزات بتميل الى
ها اكتساب الكترونات. الله ينور عليكم. وعندنا في الكيمياء ما فيش كلمة اكتساب الكترونات، اسمها عملية اختزال. يبقى عملية الاختزال عرفنا دلوقتي ان هي عملية اكتساب الكترونات. فالكلور اللي قدامكم دلوقتي ده باين ان هو 17، يبقى كلور 18 حصل له اكتساب ايه؟ الكترون. زاد عنده ايه؟ الكترون. زاد عنده الكترون فبحط شحنة سالب. طب زادوا 2 الكترون، شحنتين سالب. زادوا 3 الكترون، 3 شحنات سالب. يدخلنا للنقطة اللي بعديها. فقد كام؟ رد عليا 1. اكتسب كام؟ رد عليا برضو تقول لي 1. طالما فقد 1 بقول تكافؤه أحادي. طالما اكتسب 1 بقول تكافؤه أحادي. طب لو فقد 2 تكافؤه ثنائي. فقد 3 تكافؤه ثلاثي. اكتسب 3 تكافؤه ثلاثي. اكتسب 2 تكافؤه ثنائي. إذا التكافؤ هو عدد الإلكترونات اللي العنصر فقدها أو اكتسبها. طبعا في كلمة زيادة كده هنكملها بس مش دلوقتي، اسمها هي عدد الإلكترونات التي يفقدها أو يكتسبها أو يشارك بها، لأن مش شرط يفقد ويكتسب بس. السنة اللي فاتت أنت خدت إن الروابط أيونية وتساهمية وفي أنواع تانية. الأيونية بتتم بفقد واكتساب، لكن التساهمية بتتم بالمشاركة. فعشان كده كلمة رابطة أو كلمة تكافؤ معناها هي عدد الإلكترونات اللي بيفقدها العنصر أو بيكتسبها العنصر أو بيشارك بها العنصر. طيب كمل معايا، أنا باخد الكلام ده ليه؟ عشان سعادتك عرفت السنة اللي فاتت إن الجدول الدوري يحتوي على 118 عنصر متقسمين ليه؟ فلزات ولا فلزات وأشباه فلزات وغازات خاملة. سيبك دلوقتي من الأشباه وسيبك من الغازات، ركز لي على مين؟ الفلزات ولا فلزات؟ الفلزات اللي هي بتنتهي بالإس شايلة 1 أو 2 أو بالبي شايلة 1. اللا فلزات اللي هي بتنتهي بالبي شايلة 3 أو 4 أو 5 إلكترون. مالهم؟ عايز اعرف كل واحد فيهم بيفقد كام وبيكتسب كام عشان احل المشكله الازليه اللي موجوده عندي وعندك وعند اي طالب بيدرس كيمياء. ودايما يتقال هي كيمياء كمثل كده عشان الحته اللي احنا هنقولها دي. التكافؤات، الناس بتتلخبط وبتغلط ودايما بتنسى التكافؤات. الناس بتحفظ كل حاجه وبتعرف كل حاجه في الكيمياء الا التكافؤات. وعمر ما الكيمياء هتنفع من غير تكافؤات. عمرك ما هتبقى طالب كيمياء. احنا بنعدك دلوقتي مش عشان تمتحن. انت المفروض عايز تجيب درجه حلوه في الكيمياء وعايز تجيب درجه حلوه كمجموع عشان تخش كليه كبيره فتبقى عالم في مجالك. فانا بعدك من دلوقتي ان انت تبقى عالم في مجالك. طب عالم في مجالك ازاي وانت مش عارف اساسياته او اهملت اساسياته؟ لو اهملت الاساسيات دي السنين اللي فاتت ركز معايا 5 دقائق ارجعهم لك زي الاول واحسن. اي عنصر سواء فلز او لا فلز ممكن يكون تكافؤه احادي او ثنائي او ثلاثي. كلمة احادي يعني فلز بيفقد 1، ثنائي فلز بيفقد 2، ثلاثي فلز بيفقد 3. فانجل عينك معايا. لو احادي انا عندي 4 عناصر بيفقدوا الكترون واحد فقط لا غير. ركز معايا كده اقولهم لك. ليثيوم، عايزك تكرر ورايا. ليثيوم ال اي. صوديوم ان ايه. بوتاسيوم كي. فضه والرمز بتاعها اي جي. الاربعه ها، ليثيوم صوديوم بوتاسيوم فضه اي جي. وقف الفيديو دقيقه واحده بس، راجعهم اكتبهم برموزهم وشغل. يلا ليثيوم صوديوم بوتاسيوم فضه رمزها اي جي. انا عارف ان انت هتنساهم مرة واثنين وثلاثة واربعة. ركز كده في ترتيبهم ورا بعض. ايوه هتلاقيهم كلمة اسمها لينا كانت فضة، والفضة يعني اي جي. اوعى تستخف بحاجة دي، كفيلة انها تفكرك بيه. يبقى الفلزات الاحادية اللي هم ليثيوم صوديوم بوتاسيوم فضة ما فيهاش اي مشكلة. كمل معايا الفلزات الثنائية. لو حاسس ان انت محتاج وقت توقف الفيديو
وتعيدهم مرة واتنين وتلاتة وترجع تكمل. اوعى تخش على الثنائية معايا دلوقتي وانت مش مثبت دول. يلا نخش مع بعض على الثنائية. اول عنصر اسمه سي اي، خمن كده ده مين؟ ايوه كالسيوم. تاني عنصر اسمه ام جي، خمن معايا مين ده؟ مغنيسيوم. تالت عنصر اسمه بي اي، خمن معايا مين ده؟ باريوم. رابع عنصر خمن معايا كده رمزه زد ان، يبقى اسمه خرصين. اللي بعده بي بي، صعب شوية ده، رصاص. كلهم ماشيين على النمط الا ده. يلا اتش جي برضو ده رخم شوية، اسمه زئبق. يبقى كم عنصر معايا دلوقتي؟ كالسيوم، مغنيسيوم، باريوم، خرصين او زنك، رصاص، زئبق. ما اعتقدش ان فيها اي مشكلة. برضو توقف الفيديو بتاعك دقيقة وترجع تثبت دول، وبعد كده تخش معايا على العناصر الثلاثية. الثلاثية هما اتنين، واحد اسمه ذهب وواحد اسمه الومنيوم، والاتنين رموزهم سهلة جدا. الذهب AU، الالومنيوم AL. يبقى الفلزات الثلاثية ذهب والومنيوم، ذهب الومنيوم، ذهب AU، الالومنيوم AL. الثنائية كالسيوم، مغنيسيوم، باريوم، خرصين، رصاص، زئبق. الثنائية سوري الأحادية، ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، فض. آخر معلومة عندك، في عنصر اسمه النحاس، الرمز بتاعه سي يو. النحاس ده وقت ما بيحب يبقى أحادي بيبقى، وقت ما بيحب يبقى ثنائي بيبقى. براحته؟ لا مش براحته، بس ليه تكافؤين أحادي وثنائي. امتى نعرفهم او اعرفهم منين؟ هتشوف دلوقتي. عنده اخ اكبر اسمه حديد، رمزه اف اي. ساعات يبقى ثنائي وساعات يبقى ثلاثي. بمزاجه؟ لا. اعرف منين؟ هقول لك. يبقى الاحاديه راجعهم معايا كويس، راجعهم معايا كويس مره واثنين وثلاثه واربعه. خشوا معايا دلوقتي على اللافلزات، اسهل منهم بكتير. تخيل ان انت لما خلصت دول بس نص المشكله اتحلت. تعالى كده معايا. مين فينا ما يعرفش عنصر اسمه الهيدروجين؟ كلنا عارفينه. ماله بقى الهيدروجين؟ في شوية عناصر شبهه اسمهم هالوجينات، اسمهم هالوجينات، اللي هم كلور، فلور، بروم، يود. ركز عشان في حاجة اسمها بي اي باريوم، بي ار بروم. اف اي حديد، اف بس فلور. يلا السي ال اللي هو كلور، الاف فلور، البي ار بروم، الاي يود. يبقى اللافلزات الاحاديه اللي بتكتسب الكترون، ها، هيدروجين، كلور، فلور، بروم، يود. رموزهم اتش سي ال، ها، اف بي ار اي. تعالى بقى اللافلزات الثنائيه. يمكن ده يكون غريب وما خدناهوش قبل كده. اس يعني كبريت، والاو يعني اكسجين. الاس كبريت، الاو اكسجين، ومفيش غيرهم عندي السنه دي. الثلاثيه بي يعني فسفور، والان يعني نيتروجين. يبقى الاحاديه اللي هم الهالوجينات، هيدروجين، كلور، فلور، بروم، يود. الثنائيه اللي هم اس او كبريت اكسجين. الثلاثيه اللي هم البي والان، البي فسفور والان نيتروجين. البي قلنا فسفور والان ايه؟ نيتروجين. ما اعتقدش ان فيها مشكله. طيب ركز معايا، احنا هنستفيد ايه دلوقتي من الحاجات دي؟ مش احنا عندنا حاجه اسمها معادلات اللي هي مشكلتنا اللي هتفضل مكمله معانا طول العمر، بس هنحلها مع بعض ان شاء الله. طيب المعادلات دي بتبقى عباره عن ايه؟ يا اما تفاعل ماده مع ماده، ودي سهله. تفاعل الصوديوم مع حاجة، المغنيسيوم مع حاجة، الكبريت مع حاجة، الأكسجين مع حاجة، سهلة، أنا عرفت الرموز. يا إما تفاعل مركب مع مركب، يا إما تفاعل مادة مع مركب. إذا مشكلتي مش في المادة، مشكلتي في مين؟ في المركب. فأي مركب في الدنيا، أي مركب في الدنيا، أي مركب في الدنيا ليه طريقة في الكتابة. مش بيتكتب هباء ومش بيتحفظ.
يمكن احنا عشان ناس متخصصين شويه فبيبان ان احنا حافظينه، هي مش حافظينه، هو احنا بنكتبه بمجرد السمع او بمجرد التفكير من غير اي مجهود. طب انت كطالب لازم تعمل 3 خطوات في بدايه مشوارك عشان توصل للمرحله بتاعتي. انا دلوقتي دوري ان انا اوصلك للمرحله دي، ساعدني ان انا اوصلك للمرحله دي، ساعدني ان انا اخليك بروفيشنال بروفيسور في الجزئيه دي. ركز معايا دلوقتي، اي مركب في الدنيا يتكون من نصين او شقين، اللي على ايدي اليمين سالب، اللي على ايدي الشمال موجب. اللي على ايدي اليمين السالب ده بقول عليه شق حامضي، اللي على ايدي اليمين الشمال الموجب بقول عليه شق قاعدي. ادي معلومه ما كنتش تعرفها، عرفتها دلوقتي عشان دي مهمه بالنسبه لك قوي السنه دي. يعني ايه السالب ده؟ يعني عنده الكترونات كتير. مين في دول اللي عنده الكترونات كتير؟ ها، اللي فلزات. يبقى ده شرط اساسي، يبقى لا فلز. يعني ايه موجب؟ يعني ما عندوش الكترونات كتير. مين اللي ما عندوش الكترونات كتير؟ ها، الفلزات لانها بتفقد الكترونات. يبقى ده شرط اساسي، يبقى فلز. كمل، عايز ايه؟ بص كده، لما اجي اقول لك كلوريد صوديوم، مين فينا ما يعرفش كلوريد الصوديوم؟ كلنا عارفينه. طب بص كده، كلوريد خرصين، طب بلاش دي ولا دي، اكسيد حديد ثلاثي. كلنا عارفين الصوديوم NaCl، بس مش عارفين الصوديوم بيتكتب ازاي. ركز معايا، الصوديوم بيتكتب ازاي؟ تكتب الباقي لوحدك. اول خطوة ترجم. يعني ايه ترجم؟ ها، خلاص ده موجب، ده سالب، يبقى ده فلز وده لا فلز. الصوديوم اللي هو رمزه لو نسيته انا بدور في الفلزات، ان ايه تكافؤه احادي. الكلوريد، ايه الكلوريد ده؟ الكلوريد المقصود بها الكلور. بس معلومة ليك وللزمن، اي لا فلز لما بيتحط جنب فلز بنحط له النهاية اللي اسمها يهدال. طبق معايا، الكلور تبقى كلوريد، اليود تبقى يوديد، الكبريت تبقى كبريتيد، الاكسجين يبقى ما تقولش اكسجينيد اسمها اوكسيد، الفسفور مش هيبقى فوسفوريد، ايوه فوسفوريد، النيتروجين مش هيبقى نيتروجينيد هيبقى نيتريد. اكتبهم، كمل معايا. يبقى الكلوريد ده المقصود بمين؟ الكلور سي ال، والتكافؤ بتاعه احادي. بنعمل ايه بعد كده؟ بنبدل التكافؤات. يعني ال N ايه تاخد الواحد والسي ال تاخد الواحد. طب بذمتك مش التكافؤات هي هي؟ واحد وواحد؟ اه. طب طالما التكافؤات واحدة بتبدلها ليه؟ يبقى طالما التكافؤات واحدة ما تبدلهاش، واحد وواحد ما تبدلهمش، اتنين واتنين ما تبدلهمش، تلاتة وتلاتة ما تبدلهمش، شيلهم مع بعض. اهو اهو، يبقى كلوريد الصوديوم الخطوة التالتة NaCl. طب تعالى نشوف كده كلوريد الخرصين. أول خطوة، خرصين يعني ZN، تكافؤ ثنائي. كلوريد عرفنا ان هو Cl، تكافؤ احادي. تاني خطوة بدل، الزد ان تاخد واحد، الكلور تاخد اتنين. الخطوة التالتة الزقهم في بعض وشيل الواحد، بقت زد ان Cl2. يبقى انت كطالب دلوقتي في تالتة ثانوي، اول ما يتقال قدامك كلمة كلوريد الخرصين لازم تفكر على طول في الرمز اللي هو زد ان Cl2. بس انا عايزك تبني نفسك معايا واحدة واحدة بالتلات خطوات دول في كل مركب عشان نوصل مع بعض للصيغة اللي نعملها بعد كده بمجرد السمع او بمجرد النظر. خش معايا، اول خطوة اكسيد حديد، حديد اللي هو Fe، تكافؤه هنا ايه؟ الله عليك، ثلاثي. عرفت منين؟ مديني العلامة دي. طب ممكن يديني العلامة دي؟ معناه ان هو ثنائي. طب ممكن ما يقولش حديد، يقول لي كلمة حديديك مقصود بها ثلاثي. ممكن ما يدينيش العلامة دي، يقول لي كلمة حديدوز مقصود بها العلامة دي، يعني ثنائي. ركز معايا هنا، هو هنا دلوقتي ثلاثي، يبقى حديد ثلاثي Fe. اكسيد اللي هو اكسجين ثنائي. الخطوة التانية بدل التكافؤات، يلا بقت Fe تاخد اتنين والO تاخد تلاتة، بدلنا التكافؤات. الخطوة التالتة الزقهم في بعض ولو في واحد شيله، مفيش واحد، يبقى Fe2O3. ودي الصيغة الكيميائية لأكسيد الحديد. آخر خطوة، أنا عايزك تتدرب بقى على الحاجات دي.
تحت الفيديو هتلاقي لينك. اللينك ده فيه المذكرة او الملزمة بتاعتنا. الملزمة دي هتلاقي فيها جدول كبير مكتوب فيه اسماء مركبات انا عايزك تقعد تتدرب عليها وتكتبها. اخر خطوة بقى، عندنا حاجات اسمها مجموعات ذرية ليها تكافؤات احادية وثنائية وثلاثية وبتخش في المركب. في منها الموجب وفي منها السالب، في منها الشق بتاعه حامضي وفي منها الشق بتاعه قاعدي. ففي منها اللي هيبقى هنا مكان اللافلز، وفي منها اللي هيبقى هنا مكان الفلز. تعال اقولهم لك واحدة واحدة، ناخدهم من الاسهل للاصعب. عنصر مين ده؟ بي يعني فسفور مش كده؟ تكافؤ ثلاثي. لو حطيت له O4 بقت مجموعة اسمها مجموعة الفوسفات. سالب 3. يعني ايه يا مستر سالب 3؟ يعني تكافؤها ثلاثي والسالب يعني حامضي، يعني بيتحط هنا. يعني بدل كلمة كلوريد صوديوم تبقى فوسفيت صوديوم. اكتب بقى انت دلوقتي فوسفيت الصوديوم وبعد كده ابقى كمل معايا. يلا مين ده؟ كبريت. تكافؤ ثنائي. لو حطيت جنبه O4 بقت مجموعة الكبريتات الذرية، والكبريتات رمزها SO4، تكافؤها سالب 2. عرفنا بقى خلاص السالب يعني ايه والاتنين يعني ايه. شيل من O واحدة تبقى SO3، بدل كبريتات تبقى كبريتيت. خلي بالك كبريت بس، كبريتات كبريتيت. زود على الاس واحده، يعني بدل اس او 3 تبقى اس 2 او 3، يبقى اسمها ثايو كبريتات. عرفت اللعبه؟ كلهم ثنائي. ها الكبريت اس، حط له او 4 بقت كبريتات ثنائي وثنائي. كبريتيت نزل من الاو واحده بقت اس او 3. ثايو كبريتات ما تغلبش نفسك، ارفع الاس، بدل ما اس واحده تبقى اس 2. اس 2 او 3 دي مين؟ الثايو كبريتات. خدنا زمان عنصر اسمه الكربون سي، لو حطيت له O3 بقت كربونات ثنائي. كل دول سالب. اخر واحدة بقى ده CR، عنصر اسمه الكروم، لو حطيت له O4 بقت مجموعة اسمها كرومات، تكافؤها برضو سالب 2. لو CR دي بقت CR2 وال O4 بقت O7 بقت مجموعة اسمها ثاني كرومات، برضو سالب 2، برضو سالب 2. خدتوا بالكم من حاجة؟ كلهم فيهم كاف 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 كاف. كبريتات كبريتيت سايو كبريتات كربونات كرومات ثاني كرومات، كلهم التكافؤ بتاعهم ثنائي. والفوسفات هي الوحيدة يا عيني اللي بتبدأ بحرف الف وثلاثية. أي حاجة ما فيهاش الكاف دي اللي في الأول وما فيهاش الف تبقى وحدية، ما عدا واحدة اسمها بيكربونات. مش دي كربونات اللي هي سي او 3؟ لو حطيت قبلها اتش بقى اسمها اتش سي او 3، بدل كربونات تبقى بيكربونات وحدية. هيدرو هيدرو هيدروكسيد يعني اكسجين وهيدروجين وحدية. نترات خدناها في اعدادي ان او 3 وحدية. انزل بالاو واحدة نايتريت ان او 2 وحدية. امونيوم، معلش دي هكتبها بلون مختلف ولو ركزت معايا تعرف انا هكتبها بلون مختلف ليه. ان اتش 4 موجب. الله الله الله، ايه ده؟ دي الوحيدة في المجموعات الذرية اللي اشارتها موجبة. ليه؟ لان هي الوحيدة اللي هتنفع مكان الشق القاعدي. طب سريعا كده وتبقى اخر حاجة، لو جينا نكتب الصيغة بتاعت كبريتات الصوديوم ونترات المغنيسيوم وفوسفات الامونيوم، لو عرفت تكتب الثلاثة دول صح كده انت مشكلتك اتحلت للأبد. ركز كده، صوديوم اللي هو Na والتكافؤ بتاعه أحادي، احنا كده ماشيين في أول خطوة. كبريتات دي مجموعة ذرية SO4 حاوطها باتنين لان جواها رقم. اعمل زي ما علمتك بدل التكافؤات، يبقى ال Na تاخد اتنين وال SO4 بعد ما تحاوطها تاخد الواحد، الزقهم في بعض وشيل الواحد يبقى Na2SO4. طب ليه مش هحط هنا قوس؟ لان كده كده واحد مش فارقه. نترات المغنيسيوم، مغنيسيوم يعني Mg، التكافؤ بتاعه ثنائي.
النترات ان اسري حاوطها التكافؤ بتاعها احادي. بدل التكافؤات يبقى الام جي واحد والان اسري تاخد التكافؤ اللي هو اتنين، الزقهم في بعض وشيل الواحد يبقى ام جي ان اسري، بس الان اسري تتحاوط بكام؟ باتنين. فوسفات الامونيوم، امونيوم اللي هو ان اتش 4 التكافؤ بتاعه احادي، الفوسفات اللي هي بي او 4 التكافؤ بتاعها كلها ثلاثي. لما نيجي نبدل التكافؤات ال ان اتش 4، ودي ارخم واحده فيهم لان دي مجموعتين ذريتين، ال ان اتش 4 تاخد التكافؤ بتاع الفوسفات والبي او 4 تاخد التكافؤ بتاع الامونيوم، الزقهم في بعض وشيل الواحد يبقى ان اتش 4 الكل 3 بي او 4. يبقى مش هتعرف تعمل اي حاجه في الدنيا في الكيمياء السنه دي غير لما يكون الثلاث جداول دول مطبوعين سكانر في دماغك. ما تقلقش، الثلاث جداول دول موجودين برضو في الملزمه بتاعتنا، التدريبات بتاعتنا اللي موجوده في الملزمه فيها تدريبات على الفلزات واللافلزات وعلى دخول المجموعات الذريه معاهم. هتلاقي فيها كمان بعض المعادلات اللي مش موزونه، ما تقلقش دي هعلمك ازاي توزنهم كلهم المره الجايه. الى اللقاء في الحلقه القادمه.